أقلية الإيغور لم تسلم من اضطهاد السلطات، خطوة يصفها نشطاء بالقضاء على الهوية العرقية في منطقة ذات غالبية مسلمة تفرض بكين سيطرتها عليها بالقوة. نناقش أبعاد هذا الموضوع في شباكنا الرئيس، وندعوكم مشاهدينا لمشاركتنا الحوار على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في شباك الفنون نستضيف المخرج التونسي مهدي البرصاوي للحديث عن فيلمه الجديد بيك نعيش الذي يعرف نجاحا عالميا باهرا. في شباك الثقافة إطلالة على فعاليات أسبوع عراقيات الذي يحتفي بالثقافة والفن العراقيين في العاصمة اللبنانية بيروت. فقراتنا الأخرى متنوعة بين احتفاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بفوز قيس سعيد في تونس ووصفة للسعادة في شباك الصحة. تابعونا. نبدأ الحلقة بصورة اليوم من إندونيسيا لشباب من جزيرة بالي يشاركون في مهرجان حرب النار الذي يعرف محليا باسم سياتجيني في معبد في مدينة دينباسار عاصمة مقاطعة بالي. المهرجان يقام سنويا لتشجيع الشباب على التحلي بالشجاعة وعدم الاتكال على الحظ، ويضم فنونا من جميع المقاطعات الإندونيسية. وفيديو اليوم يأتينا من تونس لاحتفالات عمت شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة إثر إعلان فوز قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية. التونسيون رددوا أغاني ميزت الفترة الأولى للثورة التونسية وتحديدا أثناء اعتصام القصبة. نشاهد. وفي مثل هذا اليوم من عام 1964 فاز زعيم حركة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة مارتن لوثر كينغ جونيور بجائزة نوبل للسلام، فكان بذلك أصغر رجل في التاريخ يفوز بهذه الجائزة إذ لم يكن قد تجاوز 35 من عمره. عرف كينغ بوقوفه وراء صدور قانون الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي العام نفسه أطلقت عليه مجلة تايم لقب رجل العالم، فكان أول رجل من أصل إفريقي يمنح هذا اللقب. الإيغور أقلية مسلمة في الصين تعيش اضطهادا بعيدا عن الكاميرات. حملة ممنهجة تقوم بها السلطات الصينية لطمس هوية هذه الأقلية، حملة تمر عبر معسكرات اعتقال هي من بين الأكبر في العالم، حملة وصلت حد نبش القبور. هنا عند سفوح منطقة شيار، حتى مقابر المسلمين الإيغور لم تسلم من عبث السلطات في إقليم شينجيانغ. عظام مبعثرة وقبور محطمة تحتل هذا المكان المسالم. بالجرافات تمكنت السلطات من قلب هذه المقبرة رأسا على عقب. أما انتزاع ذكريات من باطنها
فتبقى من المسائل الأصعب. وفي أكسو، أي غربي الإقليم نفسه ذات الغالبية المسلمة، لم تكن هذه الحديقة الفسيحة قبل أشهر قليلة سوى مقبرة للمسلمين. الأمر ليس مصادفة عابرة، فمقابر كثيرة نقلت من مكانها بقرار حكومي ظاهره عمراني، لكنه يصيب وجود الإيغور ويشتت حتى موتاهم. المقابر هي ما يربطنا بتاريخنا وبأجدادنا الذين سبقونا. تحاول الصين حاليا محو أصول شعبنا لتحويله إلى شعب صيني. لا يريدون الإبقاء على أي أدلة ويدمرون كل ما يظهر أننا نختلف عنهم. إننا من الإيغور. بشتى الطرق تحاول السلطات الصينية إخفاء حقيقة نواياها باعتقاد الحقوقيين، وهي تجهد كما يبدو لإقناع الإيغور أن اقتلاع قبور موتاهم من أماكنها واستبدالها بهذه المقابر الحديثة مجرد خطط تنموية. وبدهاء كما يبدو، تحاول بكين خداع كل من يسأل عن حقيقة انتهاك حقوق الإيغور هنا في إقليم شانجيانغ. تحاول ولا تزال، لكن إخفاء عملية مسح مئات المقابر على مدى عقد كامل بدعوى التحسين بات أمرا صعبا بفضل التطور التكنولوجي. وغير آبهة بانتقادات المنظمات الحقوقية واعتراضاتها، لم تتوقف الحكومة الصينية عن تدمير مقابر الإيغور. هي خطة طالت فقط إرث المسلمين ووجودهم، ونتج عنها وفق تقارير حقوقية تدمير 40 مقبرة العام الماضي. جوهر القضية يتعلق هنا بالأرض. عندما نتحدث عن محو ثقافي، نقصد عملية إزالة جذور الإيغور من الأرض التي سكنوها طوال عقود. ما يجري في الصين إذن ليس مجرد محو علاقة الإيغور بذكرى موتاهم، والشواهد الكثيرة المماثلة لا تخفي حقيقة أن عمليات سابقة من هذا النوع لم يقصد منها سوى محاولة تغيير وجه التاريخ وتبديل الهوية. وللإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول محمد سرحان، الصحفي المختص في شؤون الأقليات المسلمة حول العالم. مساء الخير إذن أستاذ محمد وأهلا بك. خطوة تدمير المقابر يعني تأتي كتتويج لخطوات كثيرة سابقة استفزازية، ماذا تجني السلطات من هذه الخطوة تحديدا؟ هي السلطات الصينية تجني باختصار محو كل ما يمت بصلة للمسلمين في منطقة تركستان الشرقية شينجيانغ بحسب التسمية الصينية. ومن هذه الممارسات التي تواصلها الصين بحق المسلمين في هذه المنطقة هي محو أو نبش المقابر ومحو الوجود التاريخي في هذه المنطقة، لأن وجود مقابر للمسلمين دليل على وجود تاريخي لهؤلاء المسلمين في هذه المناطق، وبالتالي لابد من قطع أي علاقة تربطهم حتى بهذه الأرض. إذا كان الأحياء يتم اقتيادهم جماعات وبمئات الآلاف والملايين إلى معسكرات إعادة التأهيل والسجون وغيرها من رجال أو نساء أو حتى الأطفال حاليا، فلا بد للأموات أيضا أن يحاربون بنبش قبورهم وبالتالي محو وجودها. هو هناك سياسة صينية متبعة منذ سنوات، وهي محاربة حتى طقوس التشييع المسلمة في هذه المنطقة. هم يريدون أن يكون الجميع ضمن البوتقة الصينية في تشييع الموتى بحرق الجسامين وهكذا. فهناك منذ سنوات تضييق كبير على مراسم حتى تشييع الموتى، وظهر أيضا سياسة نبش عشرات القبور للمسلمين في مناطق متفرقة من تركستان الشرقية، وهذا بناء عليه هو تضييق كبير لإجبارهم على اتباع طقوس التشييع الصينية والتخلي عن طقوسهم الإسلامية في دفن الموتى. نعم محمد، ليس فقط طبعا فيما يخص التشييع، وأيضا يعني السلطات الصينية أمرت هذه الأقلية أقلية الإيغور بتسليم جميع المصاحف وسجاجيد الصلاة وكل الأمور الأخرى المتعلقة طبعا بدينهم واعتقادهم.
وإلا سيواجهون عقوبة. أدي هي الخطوة أيضا الاستفزازية أدي تؤدي إلى تفاقم الوضع، أدي تزيد من العنف ربما، وربما تخلق نوع من أنواع التطرف بالفعل، صحيح؟ هي الإشكالية أن الصين لم ترد أو لم تقبل وجود اختلاف في القوميات التي تقع تحت سيطرتها حاليا، في سواء الفكر أو الدين، حتى وإن كانوا ملتزمين بالمبادئ والقيم العامة. نعم. التي تنظمها القوانين والدساتير. لماذا؟ هذه إشكالية كبيرة، ومن هنا كانت لأن الصين تريد أن ينصهر الجميع ضمن البوتقة الشيوعية. الحزب الشيوعي يرى أو يؤمن كثير من أعضائه أن هؤلاء هم عنصر متميز أكثر ذكاء عن بقية حتى الجنس البشري، وبالتالي على الجميع أن ينصهر في هذه البوتقة الشيوعية الصينية والتخلي عن أي أفكار حتى وإن كانت أفكار سلمية مسالمة لا تضر المجتمعات بشيء. هم لا يريدون أن يقبلوا باختلاف حتى ديني. الثقافة حاليا هناك أنه لا دين، لا مكان للدين، يعني حتى المبادئ التي تنشر على الناس وتزاع أن الله لا يعطيك رواتبك فلماذا تصلي يعني، وبهذا أيضا طبعا سياسة تدمير المساجد، أو حتى كما حضرتك ذكرتي إكبار المسلمين على تسليم سجادات الصلاة والمصاحف وغيرها، حتى أن مدينة من داخل تركستان الشرقية قبل عدة أشهر طالبت المسلمين من يظن في نفسه التزاما إسلاميا صحيحا عليه أن يسلم نفسه للسلطات حتى لا يسممه التطرف الفكري. يعني هذه إشكالية كبيرة. يعني نعم. هم أيضا يعني في مسألة حتى التعليم، مجرد التعليم، نعرف جميعا أن التعليم هو بوابة للفهم وتصحيح الفكر. نعم، هم لكن ممنوعون التعليم من الإسلامي دخول المدارس الحكومية. نعم. منذ 2016 حتى هناك سياسة جديدة، صدر قرار بإصدار أوامر للطلاب من تركستان الشرقية الذين كانوا يدرسون في جامعات إسلامية في الخارج بإجبارهم على العودة، وإلا سيتم اعتقال عائلاتهم. وحدث بالفعل أن استجاب للأمر عدد كبير من الطلاب، وبمجرد عودتهم تم اقتيادهم جميعا إلى المعتقلات ولم يظهروا فيما بعد. حتى الواقعة الشهيرة التي وقعت في مصر طبعا قبل سنتين من اعتقال مجموعة من الطلاب الذين كانوا يدرسون في جامعة الأزهر من أبناء تركستان الشرقية. هذه يعني سياسة مختلفة غريبة جدا. في محمد، بما انك لو سمحت يعني بما انك مختص بشؤون الاقليات المسلمة حول العالم، بدي اسالك، وذكرت بالطبع جامعة الازهر، يعني هناك ايضا من ينتقد دول كبرى مثل تركيا، مثل ايران، مثل مصر، بعدم دعمها لهذه الأقلية التي تنتهك حقوقها يعني كل يوم على مدى السنوات. أكثر من مليون من هذه الأقلية محتجز اليوم. نعم، هو يعني أكثر من مليون، هذا هو العدد الذي ذكرته لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة في تقريرها الذي صدر في أغسطس 2018، وهو المتعلق بالكشف عن معسكرات إعادة التأهيل الصينية. لكن الأعداد الحقيقية تفوق هذا الرقم بكثير. يعني أنا شخصيا التقيت بالعديد ممن تعرضوا للاعتقال في سجون الصينية ووصفوا لي مدى البشاعة التي تعرضوا لها والانتقام من مجرد كونه يختلف عنهم في الدين وخاصة إذا كان مسلما. نعم. هذه واحدة. أما بالنسبة لمواقف الدول المسلمة خاصة، هو في الحقيقة نحن لدينا إشكاليتان في هذا الأمر. أولا أن منطقتنا هذه منطقة مكلومة للأسف، يعني بالجراح والمشاكل الداخلية التي تعاني منها حاليا. يعني لدينا في منطقتنا العربية أو الإسلامية عموما العديد من المشاكل يعني الداخلية. لكن التي محمد تشغل دائما حتى هذه المنطقة بدورها. نعم، هذه المنطقة كانت دائما مكلومة، ويعني عند أي مصيبة يقال أنه هلأ ليس الوقت المناسب ولا الزمان المناسب لمواجهة هذا الأمر، صحيح؟ نعم، أنا هنا لا أبرر. نعم. طبعا التخاذل، يعني حتى ما كان قبل نحو شهرين أو شهر عندما صوتت عدد من الدول العربية لصالح بيان الصين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة،
يعني هذا أمر مؤسف جدا طبعا، لكن هناك في الحقيقة عدد من الدول تقوم بدور ولو كان بسيط، يعني لابد أن نسمن هذه المواقف. يعني تركيا مثلا تستضيف العديد من أو أعداد كبيرة من تركستان الشرقية، من مسلمي تركستان الشرقية. هناك أيضا دول مثل ماليزيا لها مواقف، وباكستان مواقف حتى ولو كانت بالتنديد عبر الإعلام والدبلوماسية. وهذا أمر محمود، ندعو كافة الدول طبعا العربية والإسلامية أن تحذو هذا المواقف، وإن كان لا يكفي طبعا، يعني هذه المواقف المتواضعة لا تكفي. نحن نريد حلول حقيقية. المسلمون في تركستان الشرقية لا يتحدثون عن انفصال كما تدعي الصين، ولا يتحدثون أو لا يتبنون إرهابا أصلا أو فكرا متطرفا في الأساس. هي الصين تدعي ذلك يعني ركوبا لموجة الإرهاب الموصوف بين قوسين أنه إسلامي في الآونة الأخيرة، يعني السنوات الأخيرة أصبح سمة كبيرة أن الإسلام موصوف بالإرهاب، وبالتالي فهي موجة لائقة بالركوب يعني لشرعنة أو لتبرير ممارساتها ضد المسلمين في تركستان الشرقية. يعني معسكرات إعادة التأهيل نفسها حتى في بداية الأمر يعني الصين أنكرت وجود هذه المعسكرات، لكن مع الضغط الإعلامي والسياسي من عدد من الأطراف والمنظمات الحقوقية اضطرت الصين للإعلان، وهناك صحف صينية وأنا لدي وثائق وتقارير من هذه الصحف نفسها تقول أن اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي في تركستان الشرقية أو شينجيانغ بحسب التسمية الصينية أصدرت تعديلات قانونية لشرعنة إقامة مثل هذه، هم يسمونها مدارس إعادة التأهيل، صحيح، لشرعنة إقامة هذه المدارس لمواجهة الفكر المتطرف. طيب إذا كان يعني أنتم تدعون أن هناك فكرا متطرفا، لكن من أين أتى هذا الفكر المتطرف للأطفال؟ يعني الصين تحتجز أكثر من 200 ألف طفل في روضات تطلق عليها روضات الملائكة، يعني أطفال بدون عائلاتهم أو ذويهم يعني ممنوعون تماما من التواصل حتى مع عائلاتهم، يتم تصيينهم تماما. هي الصين في الحقيقة في هذه الممارسات تتبع سياسة التصيين، لابد أن ينصهر الجميع في هذه البوتقة حتى نستطيع التفرغ للمشروع الصيني الأكبر، وهو طريق الحرير الجديد، يعني خاصة وأنه يمر من مركز تركستان الشرقية، يعني من مدينة كشغر العاصمة التاريخية، وبالتالي لابد من صهر هذه المنطقة تماما ومحو أي أثر للخلاف حتى الفكري. نحن نتحدث الآن عن تنين صيني جديد لابد أن يسيطر ولديه آمال وأطماع في السيطرة، ولابد أن لا يكون هناك آراء مخالفة حتى في الداخل. حضرتك تخيلي أن الصين تتكون من حوالي 56 قومية، عشرات القوميات انصهرت تماما على مدى العقود الماضية والقرون الماضية في السياسة أو الثقافة الصينية تماما. نعم. ونذكر حتى طبعا ما عرف بالثورة الثقافية قديما، يعني في أوائل أو في منتصف القرن العشرين. يعني هذا لابد، يعني هذه السياسة تعتمد في الأساس لا يوجد أي فكر مخالف للفكر الشيوعي، ومن هنا يأتي هذا الرفض، أو يعني يتضح تماما مدى يعني اتباع الصين لهذه الممارسات تجاه المسلمين في تركستان الشرقية لتبرير هذه الممارسات الصينية بحق هؤلاء المسلمين. نعم، ويشبه سياستها بالعموم سياسة القمعية طبعا. محمد سرحان، إذن الصحفي المختص في شؤون الأقليات المسلمة حول العالم، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. نتوقف مشاهدينا مع الزميلة رانيا دريدي ومعلومات أوفى عن أقلية الإيغور في الصين، ثم نعود لاستكمال هذا النقاش. تتركز أقلية الإيغور المسلمة بمنطقة تركستان الشرقية، والتي تعرف أيضا باسم تشينجانغ أو سنجان، ويقع في الشمال الغربي من الصين. تعود أصولهم إلى قبائل تركية، ويشكلون واحدة من 56 عرقية في جمهورية الصين الشعبية، ويعتبرون أقرب عرقيا وثقافيا لأمم آسيا الوسطى. يشكل الإيغور نحو 45% من سكان تشينجانغ، هذه المنطقة التي تعادل مساحتها سدس مساحة الصين، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40%، كما يتمتع إقليم تشينجانغ بالحكم الذاتي داخل الصين مثل إقليم التبت في جنوب البلاد. قضت السلطات الصينية على محاولتين لاستقلال هذا الإقليم، الأولى عام 1933 عندما تم الإعلان عن الجمهورية الإسلامية لتركستان الشرقية، ومرة ثانية عام 1944 عندما تم إنشاء جمهورية تركستان الشرقية التي دعمها الاتحاد السوفيتي السابق. وبعد اعتناق الصين للشيوعية تخلى الاتحاد السوفيتي عن هذه الجمهورية، ولم يتأخر الصينيون
في إنهاء استقلالها. خضعت المنطقة بالكامل لسيطرة الصين الشيوعية عام 94 من القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين انتقل عدد كبير من عرقية الهان الصينية إلى الإقليم، فيما تخشى عرقية الإيغور من اندثار ثقافتهم. يعتمد اقتصاد مناطق تشينجانغ ولقرون عديدة على الزراعة والتجارة، إذ كانت بعض المدن مثل كاشغار مراكز رئيسية على طريق الحرير الشهير. يتهم الإيغور السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدهم، بينما تقول الصين إن ميليشيات الإيغور تشن حملة عنف تشمل التآمر للقيام بعمليات تفجير وتخريب وعصيان مدني من أجل إعلان دولة مستقلة. وكان نحو 200 شخص قد لقوا حتفهم في أحداث عنف وقعت في عاصمة الإقليم أوروماكي في يوليو عام 2009. كما تقوم الصين بعمليات اعتقال وهي متهمة باحتجاز نحو 1,000,000 مسلم واضطهاد أبناء قومية الإيغور. وفي هذا الخصوص أعربت الأمم المتحدة أكثر من مرة عن قلقها بعد ورود تقارير عن اعتقالات جماعية للإيغور، ودعت لإطلاق سراح أولئك المحتجزين، فيما تطلق عليها السلطات الصينية معسكرات مكافحة التطرف والإرهاب. الإجراءات الصينية المنتهكة لحقوق مسلمي الإيغور والتي تحولت في مطلع أبريل عام 2017 إلى قوانين تنص في بعض فصولها على منع النساء اللواتي يغطين أجسامهن كاملة بما في ذلك وجوههن من الدخول إلى الأماكن العامة وإبلاغ الشرطة عنهن. وفي سبتمبر أيلول من نفس العام أمرت السلطات الصينية أقلية الإيغور بتسليم جميع المصاحف وسجاجيد الصلاة أو غيرها من المتعلقات الدينية، وإلا سيواجهون عقوبة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية في عن مصادر إيغورية بالمنفى. شكرا للزميلة رانيا. وينضم إلينا من اسطنبول أيضا محمود محمد وكيل جمعية علماء تركستان الشرقية. مساء الخير أستاذ محمود وأهلا بك. إذا كنا نتحدث يعني قبل الفاصل مع السيد محمد سرحان حول هذه الخطوة الاستفزازية في نبش القبور التي سبقتها خطوات كثيرة أيضا، يعني لا تقل استفزازية عن هذه الخطوة. كيف ترى الموضوع؟ ماذا تجني الصين اليوم من خطوة كهذه؟ أحييك وأحيي المشاهدين الكرام، السلام عليكم. بالنسبة لنبش القبور، ليس هذا أمرا جديدا بالنسبة للصين، ولكن بسبب الاهتمام الإعلامي في الآونة الأخيرة طبعا اتجهت هناك صحفيين فرنسيين وهم الذين اكتشفوا هذا الموضوع. ولكن هذا الأمر منذ ممكن 2014 كان هناك هدم ونبش المقابر وإجبار أهالي الموتى على نقل يعني موتاهم إلى أماكن أخرى. يعني هذا كله يعني ضد ثقافة هذا الشعب وضد أعرافهم ودينهم وتقاليدهم. ما يمارسه الصين طبعا يعني لا يمكن تصوره على أنه إجراء يحدث في أي عالم، يعني في أي بقعة من العالم، لا يحدث في أي بقعة من العالم مثل الإجراءات الصينية بحق مسلمي تركستان. نعم. طب سيد محمود، يعني الصين تتذرع بأنها تحارب الإرهاب وتدعي أن هذه الأقلية هي أقلية خلينا نقول متطرفة، طبعا كلها ادعاءات بالتأكيد، لكن هذه الممارسات العنصرية ألا تؤدي في المستقبل ربما إلى فعلا بعض التطرف؟ يعني في الشعب التركستاني على الأقل ما بين 30 إلى 35 مليون في اعتقادنا، والحكومة الصينية تعترف أن عددهم 13 مليون. نعم. يعني هل في العالم يعني 13 مليون شخص يصبح إرهابي مثلا؟ هل يوجد، هل هذا يمكن تصوره؟ كلا. يعني لا يمكن. نعم. طبعا لكن كل هذا احتجاج تبرير للجرائم. أتحدث عن المستقبل. طبعا ما يمارسه الصين الآن هو يعني يريد إبادة كاملة لهذا الشعب من الناحية الدينية والثقافية. نعم. ولذلك صرح أحد الجنرالات الصينية في للطلاب، هذا موجود في اليوتيوب، يعني نحن نريد أن نستوعب القوميات المختلفة في البوتقة الصينية الواحدة. نعم. ومن ينضم معنا ويرضى أن يعيش معنا
يعني تحت القومية الصينية نحن نرحب به ويعيش، أما من يرفض ويريد أن يحافظ على ثقافته وأعرافه ولغته نحن نستأصلهم ونقتلهم، هكذا عبر بصراحة يعني. نعم. وصعود الرئيس الصيني الحالي طبعا عجل هذه الخطوة، كان هذه الخطوة موجودة عند الصينيين ما يسمى تذويب القوميات المختلفة، هم يمارسون هذه السياسة من صحيح. سنوات طويلة، وسأتحدث ولكن معك سيد الرئيس محمود الحالي هو الذي عجل نعم. هذا الموضوع عن هذه النقطة تحديدا لأنها بالفعل نقطة مهمة، لكن دعنا نتوقف مع هذا التقرير. سألنا المواطنين في المغرب عن الذي يعني ما يجب القيام به لحماية الإيغور من الاضطهاد، نتابع أجوبتهم ثم نعود. إحنا كشعوب عربية واقفين مع المسلمين اللي بيضطهدوا في الصين، بس إحنا في عنا سؤال اللي هو إنه وين الأمم المتحدة عن الجرائم الإنسانية اللي بتصير ضد المسلمين في الصين، ولا هل إنه هذا الموضوع إنه هو خوف من الصين كأنها دولة عظمى؟ اضطهاد أهل المسلمين في الصين، مشكلة المسلمين في الهند نفس المشكلة ونفس المعاناة، اثنين نفس الشيء، بس للأسف المصالح الاقتصادية تطغى على كل شيء. والإشي الأكثر من هيك إنه للأسف كمجموعة دول عربية أو حكام مسلمين أو غيره غيراته ما بتحرك ساكن في هيك أمور، نسأل الله العفو والعافية. يعني لو ضغطوا الحكومات العربية والإسلامية على الحكومة الصينية بطلع بإيدهم كتجارة كسياسة كدبلوماسيين، بس عندنا الحكومات هون يعني نايمة، يعني ما او شغله كانه ما بهمها. المفروض انه الامم المتحده تقوم بمساعده هذول الاشخاص الاقليات في الصين او في اي مكان اخر في العالم. اول شيء هذول مسلمين، والمسلم تعرف الدين الاسلامي يعني بدعو للتسامح، بدعو الى المحبه، فكان الاجدر يعني بالامم المتحده والشعوب العربيه كلها انه اللي هم اعضاء في الامم المتحده انه يساعدوا الاقليه المسلمه في الصين، يعني انه ما يكسروا على هذا الموضوع. احنا واجبنا الدعاء، الحكومات يعني الحكومات الاسلاميه الدول الاسلاميه مفروض انه يسوون اجتماع، يسوون حاله طوارئ، هذا لو كان في هم للاسلام، اصلا الان ما في هم للاسلام. للامه الاسلاميه احنا اضعف من ان نتخذ قرار، احنا اضعف من انه نتخذ قرار ضد الصين ولا ضد حتى اقل دوله. فللاسف يعني المسلمين، المسلم اصبح مضطهد في بلاده حتى، فكيف ودنا يعني ننصر مسلمين الصين؟ إذن كان هذا الاستطلاع في الأردن وليس في المغرب. أعود إليك سيد محمود، أعيد طرح أسئلة المشاركين في هذا التقرير عليك. أين الأمم المتحدة؟ أين الدول، الحكومات المسلمة مقابل طبعا هذا الاضطهاد الكبير؟ طبعا مع الأسف الشديد الأمم المتحدة يعني منذ إنشائها تتحكم فيها مجموعة دول، ومن ضمن هذه الدول الصين. الصين عضوة دائمة في مجلس في أمم المتحدة في مجلس الأمن، ولذلك الأمم المتحدة إلى الآن لم تستطع أن تصدر قرارا تدين ما يحدث في ما تفعله الصين في تركستان الشرقية مع الأسف الشديد، لأن هناك أيضا دول كثيرة، دول إسلامية ودول أفريقية مرتبطة يعني بالصين اقتصاديا وسياسيا، ولذلك هذه الدول مع الأسف الشديد ليس لها موقف يعني إيجابي ولو بالمرة، يعني هذا هو المشكلة. الكل كأنه يتملق للصين، قد يؤيد إجراءات الصين، هذا هو المشكلة الكبيرة، هذا هو المحير في الأمر، يعني بدل التأييد أو الوقوف معها مع المظلوم وضد الظلم، ولكن قد يقف دول يعني أفريقية أو دول عربية وإسلامية مع الموقف الصيني، هذا أمر محير للغاية يعني. ولكن هناك طبعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على الأقل يعني أدانت أحيانا إجراءات الصين وطلبت من الصين إغلاق هذه المعسكرات والإفراج عن المعتقلين، ولكن دول كثيرة أعضاء في مجلس الأمن في مجلس حقوق الإنسان أيضا مع الصين، هذا هو المشكلة. يعني كما تعرفين قبل أشهر يعني عندما حدثت هناك 22 دولة يعني بعثت رسالة إدانة، خطاب إدانة للصين، وبعد أيام حوالي 37 دولة بعثت خطابا تؤيد الصين في إجراءاتها، يعني هذا أصبح العالم يعني كما يقال يعني يحكمها ليس القانون ولكن قانون الغابة هي التي تتحكم في هذه الدنيا يعني في هذه الأيام.
صحيح للأسف الشديد طبعا. إذن محمود محمد وكيل جمعية علماء تركستان الشرقية كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. نتوقف مشاهدينا مع فاصل أول ونتابع بعده تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين مع فوز قيس سعيد برئاسة تونس. وفي شباك الفنون نستضيف المخرج مهدي البرصاوي للحديث عن فيلمه الجديد بيك نعيش. وافتتاح أكبر مسجد للطريقة المريدية في غرب أفريقيا في شباك الدنيا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، والآن إلى شباك هاشتاج من فلسطين لنطلع على أبرز ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيها مع مراسلنا فهمي شتاوي. مساء الخير فهمي وأهلا بك. إذا نبدأ مع الهاشتاج الأول وقضية إسراء غريب تعود للتفاعل من جديد. نعم ديما، يعني مساء الخير أولا بداية لك ولجميع المشاهدين. قضية إسراء الغريب تعود من جديد إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتعود لتأخذ حيزا كبيرا بعد أن أعلن النائب الفلسطيني العام عن أسباب وفاة الشابة الفلسطينية إسراء الغريب، الأسباب الحقيقية، وأعلن أيضا على أن هنالك توقيف لثلاثة أشخاص متهمين من أقربائها على ذمة التحقيق. هذه القضية يعني تعود لتأخذ حيزا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وهنالك تفاعل كبير فيما يتعلق بالمادة 330 التي ذكرت في هذه القضية والتي يتهم بها يعني بحسب هذه المادة المتهمين الثلاثة، حيث ينص القانون أو تنص هذه المادة بحسب قانون العقوبات الفلسطيني على أنه في حال من ضرب أو استعمل مادة أو استعمل أداة حادة لضرب شخص ما ولم تفضي أو لا يمكن أن تفضي إلى الموت وأدت إلى موت هذا الشخص، فعليها أن يعاقب الجاني حسب المادة 330، وهي المعاقبة بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل على 5 سنوات. كما ذكرت أن هذا الوسم أو لا للمادة 330 لاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني الضغط على الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بهذه القضية. نبدأها بما دونته رنا على حسابها في تويتر: ذاكرة ما ورد بتقرير النيابة العامة لأسباب الوفاة، سبب المباشر الوفاة كان قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد في الصدر. هل تدركون كيف ماتت؟ أتعلمون كم هو بطيء ومؤلم هكذا موت؟ إسراء نازعت لساعات وخرير نفسها المثقل ملأ المكان. أما حساب سموان توجه إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه والنيابة العامة: وين الحق يا حاكم فلسطين اللي وعدتنا فيه؟ شهرين بالكامل لا حس ولا خبر منكم. نبغى حق إسراء من اللي عذبوها وعنفوها وحرضوا وتسببوا بوفاتها. أما مروة قالت في تغريدة لها على حسابها في تويتر: في جرائم الماضي يكفي للمجرم إثبات أنه مجنون ليحصل على البراءة، وأما في 2019 يكفي للمجرم أن يثبت أو يثبت ضحية للجهل أو يثبت أنه ضحية للجهل والتخلف ليحصل على البراءة. في الختام منذر الرجاحي: ما رح نسكت عن قضية إسراء غريب والقتلة وجميع المتورطين، عرفناهم وانكشفوا وفضحكم الله. نعم فهمي، طبعا كلنا نتمنى أن تأخذ العدالة مجراها في قضية إسراء غريب وكل المعنفات في فلسطين وحول العالم. ننتقل إلى الهاشتاج الثاني طبعا حول ترحيب فلسطيني بالمنتخب السعودي وردود فعل حول هذا الترحيب.
بداية يعني ديما منذ الإعلان على أن المباراة التي ستعقد بين منتخب السعودية والمنتخب الفلسطيني في تصفيات أو الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 التي ستقام في الدولة القطرية في الدوحة، أنها ستقام هذه التصفية في الأراضي الفلسطينية، لاقت يعني تباينا في وجهات النظر في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل رواد المواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينيين، حيث كان هنالك شجب وكان هنالك ترحيب. لكن الموقف الأكثر جدلا والشجب الكبير كان هو اليوم عندما يعني زار المنتخب السعودي باحات المسجد الأقصى والمسجد للصلاة فيه بعيد اقتحامه من قبل المستوطنين الإسرائيليين وحماية كلا المستوطنين وحماية المنتخب السعودي من قبل الشرطة الإسرائيلية. كان هنالك هتافات من قبل المصلين الفلسطينيين لاقت يعني غضب من قبل المنتخب ليعتقل 3 فلسطينيين مصلين. هذا الموضوع لاقى أيضا أثار حفيظة بعض رواد المواقع التواصل الاجتماعي، وكان هنالك تباين كبير في وجهات النظر لنسلط الضوء على بعض منها. وفداء قالت القوات الصهيونية اعتقلت معاذ محمدي بسبب اعتراضه على تواجد الوفد السعودي داخل القدس والتطبيع، قايمين بواجبهم الصهاينة بتأمين الوفد عن طريق اعتقال أصحاب الأرض المعترضين، شايفين فوائد الزيارات التطبيعية وبتصب في خدمة مين؟ أما أحمد يبدو لا يوافقها الرأي، حيث قال في تغريدة له على حسابه في تويتر: زيارة السجين لا يعني التطبيع مع السجان، أهلا بالمنتخب السعودي في فلسطين. غدير عواد، 3 أيام من اليوم كانت قد غردت، سيلعب المنتخب الفلسطيني مقابل المنتخب السعودي في مباراة تاريخية على أرضنا المحتلة، لا ذنب للاعبين بسياسات دولتهم، لنقل قولنا على طريقتنا الفلسطينية، لنرتدي الكوفية ونحمل العلم الفلسطيني، نهتف لمنتخبنا ولنقل للسعودية قولا واحدا: التطبيع خيانة. نعم فهمي، ونختم إذن فقرة هاشتاج مع الهاشتاج الثالث. يعني البارحة ربما عمت الفرحة شوارع تونس، وأيضا كان هناك احتفاء فلسطيني بفوز قيس سعيد وبتصريحاته طبعا المناهضة للتطبيع. نعم، يعني كما ذكرت ديما، أبرز الأجندات التي طرحها قيس سعيد الرئيس التونسي الجديد في جل تصريحاته هي التطبيع خيانة، وأن القضية الفلسطينية على رأس أولوياته. هذا لاقى استحسانا كبيرا في جميع يعني مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا في فلسطين على وجه الخصوص كان ترحيب كبير لما صدح به قيس سعيد في المناظرة التي جمعته مع نبيل القروي في السابق، والقول على أن التطبيع خيانة وأنه جريمة. هذه العبارة لقد يعني قد دونت على أنها وسم في مواقع التواصل الاجتماعي كل صوره. نادية حرحش قالت: مفارقة الألوان من تونس الخضراء، يصرح الرئيس المنتخب قيس السعيد في معرض سؤاله عن رأيه بالتطبيع بأنه خيانة عظمى، تستقبل فلسطين بالمقابل المنتخب الأخضر السعودي استقبال الفاتحين، وهي يعني تذكر وصول المنتخب السعودي إلى فلسطين والتطبيع مع إسرائيل بحسب وصفها. مؤيد صبوح: الشعب يريد تحرير فلسطين، مبارك تونس، مبارك قيس السعيد، طريق التحرير العربي يبدأ بتونس، من يكون الأحرار الجدد؟ مصر، يتساءل الجزائر أم العراق؟ ربما يفعلها أهل الجزيرة العربية. وفي الختام حساب مصالح أو مصالح كلمة قيس السعيد بعد إعلان فوزه في استطلاع الرأي يذكر فيها فلسطين: فلسطين ستكون قضيتنا الأولى، وكنت أتمنى أن يتواجد هنا العلم الفلسطيني بجوار العلم التونسي، فلسطين التي نسيها العرب. نعم فهمي شتاوي، شكرا جزيلا لك إذن على هذه الفقرة، كنت معنا من حيفا، شكرا لك. عرض
عرض منذ أيام فيلم بيك نعيش للمخرج التونسي مهدي البرصاوي ضمن فعاليات أسبوع لندن للأفلام، ويروي الفيلم قصة درامية معاصرة ذات علاقة بالأحداث والتفاعلات السياسية الجارية في تونس، إذ تدور أحداث الفيلم بعد نحو 6 أشهر من الثورة التونسية، ويحكي عن زوجين يتعرضان لحادث إرهابي وهما بصحبة ابنهما صاحب البالغ من العمر 11 عاما. ويطرح الفيلم أسئلة كثيرة حول مفهوم التغيير، الأبوة والعلاقات الإنسانية. نتابع المقطع الترويجي ثم نستضيف المخرج مهدي البرصاوي. وينضم إلينا من تونس العاصمة المخرج التونسي مهدي البرصاوي. مساء الخير مهدي وأهلا بك. إذن مبروك طبعا إنجاز الفيلم، ومبروك أنه عرض في لندن، وبالتأكيد عرض في أماكن أخرى وسيعرض إن شاء الله. وسأنطلق من هذا العرض العالمي إذا بدك. أحداث الفيلم تدور بعد أشهر قليلة من الثورة التونسية. الفيلم، السينما العربية والثقافة العربية بالعموم هي التاريخ الموازي للبلدان. أدى في مسؤولية كبيرة، خاصة أن الفيلم عرض في لندن وسيعرض عرض عالميا، بنقل ما يجري في تونس. اهلا وسهلا. انا فرحان برشا اللي فيلم العرض الاول نتاعو كان في مهرجان البندقيه في ايطاليا في اوائل شهر سبتمبر، وهذه كانت مسؤوليه كبيره خاطر كان الفيلم العربي الوحيد اللي في المسابقه، وكان لي شرف كبير زاد باش نقدموه في مهرجان لندن، وقدمناها في عرض الاولي في بريطانيا. هذا شرف كبير، وخاطر ما كانوش عدة افلام عربيه، كانوا 3 ولا 4 يظهر من العالم العربي. نعم. وكان شرف كبير لنا. نعم مهدي، طبعا المبروك الاولى كانت للفيلم، المبروك الثانيه واللي هي مهمه ايضا لما يجري في تونس وللانتخابات التونسيه. اذا بتحكي لنا شوي اكثر عن الفيلم. احداثه تدور بعد الثوره، لكن في عمل ارهابي. بما انه انا ما حضرت الفيلم والمشاهدين ما حضروا الفيلم ربما يستغربوا شوي ان الفيلم جاء بعد الثوره ومع ذلك في عمل ارهابي وليس فرح اذا بدك وغبطه الحراك الشعبي. أي هو الفيلم، الأحداث نتاعو تدور في سبتمبر وأكتوبر 2011، يعني 7 أشهر بعد سقوط نظام بن علي، وبعض الأسابيع قبل اغتيال القذافي في ليبيا. وهذا ماهوش معناتها هي حاجة أنا كنت حبيت عليها. علاش؟ خاطر عام 2011 كان عام مهم جدا للبلاد اللي هي تونس وللعالم العربي وللجهة الكل اللي قاعدين نعيشوا فيها. هذيك علاش الأحداث كي تتمحور ما بين 2011 في آخر صيف 2011 كانت مهمة، خاطر زادة نحكيو على الثورة ونحكيو على نجاح الثورة التونسية. لازم نزيد نحكيو على الحاجات اللي يمكن فشلت في الثورة التونسية. هذيك علاش مهمتنا نحن كسينمائيين اللي نحكيو على الحاجات اللي تنجم تكون اللي تحكي على الـ على الـ على الـ على تونس، وتحكي على مشاكل تونس ومشاكل التونسيين. نعم، ومن ضمن طبعا الحديث عن تونس ومشاكل التونسيين، هل الثورة أو يعني ما حدث إن كان في تونس بالعالم العربي بالعموم، هل صعب عملك كمخرج سينمائي؟ لا سيما يعني أنه هناك خلافات سياسية بالتأكيد في الوسط الفني مثل كل الأوساط والشرائح الأخرى. والله الحق الجواب باش يكون نعم ولا. يعني يظهر لي أنا الفيلم ما كانش ممكن نصوره قبل الثورة، خاطر يعني فما معناتها نحكي على مشاكل في الفيلم اللي يمكن كان تحت نظام بن علي ما تتعداش. يعني السنسرة راهي كانت شرسة، وتوا الحق اللي نجم نقولوا اللي في تونس في الجمهورية الثانية اللي قاعدين نعيشوا فيها كل شيء ممكن، يعني وكل شيء نجم يتقال، والسنسرة ما عادش موجودة، وهذا يخلينا نشوف المستقبل. الحق أنا متفائل برشا وفرحان برشا بالتمرين الديمقراطي اللي صار البارح، وهذا يخليني نكون متفائل.
نعم مهدي، بالتأكيد طبعا عملت في السينما قبل الثورة، وتحدثت الآن عن بعض الفروقات أو المشاكل التي كانت ولم تعد موجودة، لكن بحياتك اليومية كمخرج سينمائي شو اللي تغير بعد الثورة التونسية؟ شنو اللي تغير؟ يذهلي اللي تغير على يذهلي علاقة التونسي بالدولة. يعني تحت يذهلي تحت نظام بن علي كنا بن علي يعني كما نقولوا كنا جامدين، يعني كنا في نوع من السبات، وتحررنا كي تحررنا في جام في 2011 يذهل لي حتى العلاقة مع الهوس نحكي ولا ثورة من غير ما نحكي ولا حرية التعبير، وهذا يذهل لي أهم إنجاز قبل ما نحكيه على الاقتصاد وقبل ما نحكيه على التجارة، يذهل لي نحكيه على حرية التعبير اللي هو أهم إنجاز في الثورة. نعم مهدي، طبعا موضوع حساس جدا كتجارة الأعضاء، كيف يمكن ليس معالجته سينمائيا لكن كيف يمكن التعامل معه، وخاصة أنه هو موضوع حساس جدا في تونس؟ هو صحيح هو موضوع حساس، وأنا حبيت نعالج الموضوع هذا باش معناتها هي حاجة مهمة وحاجات تحت بن علي. وقت كنا عايشين تحت نظام وتحت سيطرة بن علي كانوا العديد من المواضيع اللي كان التونسي من نجمش يطرحهم، خاطر ما كناش نعرفوا ما كناش نجم نثبتوا المعلومة. ومن بعد كي فر بن علي وكي كل شيء ظهر بالكشف، يعني فما العديد من المواضيع اللي أنا الحق طرح الموضوع متاع زرع الأعضاء ومتاع معناتها الموضوع هذا شفته وقت نذكر في فيديو في فيسبوك عام 2011، واللي هي وقتها ظاهرة وفعلا معناتها اللي حق كان نوع من الشوك، يعني كي شفته هذاك علاش حبيت نعالج الموضوع زيدا باش نوري للشعب متاعي اللي فما مشاكل اللي ما عادش لازم نسكتوا عليها ولازم نحكيوا عليها. نعم إذا مهدي البرصاوي المخرج التونسي، شكرا جزيلا لك. فيلم My English Cousin في مهرجان تورونتو للأفلام المستقلة شارك الوثائقي للمخرج كريم صياد في فعاليات مهرجان تورونتو العالمية الذي استمرت فعالياته 10 أيام، ويروي فيه قصة كفاح قريبه فهد الجزائري الذي يعتبره شقيقه الأكبر، والذي توجه إلى إنجلترا قبل نحو 20 عاما ليصنع مستقبلا أفضل. والفيلم تحية لتضحيته. اختتمت فعاليات الدورة 44 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وقد شهدت مشاركة أكثر من 300 فيلم في مختلف الأقسام، منها الوثائقية التي وقف تحت مظلتها الفيلم الجزائري My English Cousin، وكان فيلمان عربيان قد خرجا فائزين، وهما فيلم 1982 للبناني وليد مؤنس بطولة نادين لبكي، وفيلم الكهف للسوري فراس فياض الذي اختير كأفضل وثائقي، فيما ذهبت جائزة المهرجان الكبرى لفيلم ماريج ستوري بطولة سكارليت جوهانسون. Lot of people describe Europe as a heaven or something, everything is easy there. I wanted to show this other side which is not that easy and some complexity, bring some complexity to this topic of migration and integration. قبل عامين عرض للمخرج الجزائري السويسري كريم صياد الفيلم التسجيلي كباش ورجال في مهرجان تورونتو، وكان قد لفت الأنظار إليه منذ العام 2015 في فيلم بابور كازانوفا، ليقدم اليوم قصة تصور ضياع مغترب بين حضارتين. Let's say it. It's a scary world we're living in right now, and it's this hard-working guy trapped between two cultures, but also two big political realities that are changing. And when you don't have the time or the privilege like me to overanalyze everything, and you just are part of these changes, how
how does it or doesn't affect your choices. الموضوع My English Cousin مشترك بين كل الذين يعيشون في منفى بعيدا عن أرضهم وأهلهم، إذ يتخبطون بين أرض ينتمون إليها بفعل الزمن وأخرى ينتمون إليها لأنها الوطن الحقيقي. We see in the movie, for example, his relationship to food, which I think tells a lot also about belonging. And this way of handling with women is the same. It's it has to do with belonging. You want to please your mom, at the same time you understand that if you do everything that is expected for you in Algeria, in England, it doesn't work the same. لم يشاهد بطل فيلم My English Cousin الفيلم قبل عرضه في مهرجان تورنتو الذي شارك فيه أهم نجوم ونجمات هوليوود، منهم نيكول كيدمان وجينيفر لوبيز، لكن الفيلم الوثائقي لا شك سيكون مؤثرا خصوصا على من اختبروا الغربة والهجرة وهم كثر. واسمها منى. هلا منى. منى بألف نقص منى. فاصل قصير مشاهدينا تتابعونا بعده. زيارة لأسبوع فعاليات عراقيات في بيروت. وفي شباك الخير نطلع على تمارين يوغا في بيروت لدعم العمال المهاجرين. ودانيا أرشيد تطلعنا على بعض الأكلات التي تحسن المزاج في شباك الصحة. أهلا بكم من جديد. استكمالا لموضوع نقاشنا الرئيسي اليوم، طرحنا على متابعي التلفزيون العربي على مواقع التواصل الاجتماعي هذا السؤال: ما الذي يجب القيام به لحماية الإيغور من الاضطهاد؟ منصور يغرد الضغط على الصين لحمايتهم عن طريق الصفقات والمعاملات التجارية، إما الحماية أو تغيير السوق. وعلي جابر يعتقد أنه لا سبيل إلا مقاطعة الشركات الصينية الكبرى للضغط على الحكومة الصينية. أمل أيضا تؤمن بأن قطع العلاقات مع الصين أو توطيدها هي الحل. أيضا أمل تحرك عربي شعبي ورسمي عن طريق المظاهرات والاحتجاجات ومقاطعة البضائع الصينية. ومحمد حسن مقاطعة المنتجات على المستوى الشعبي وتقليص الاتفاقيات التجارية على المستوى الحكومي، التنديد دبلوماسيا وإثارة القضية بتفاصيلها على أوسع نطاق في المجتمع الدولي. إذن كانت هذه أبرز تعليقات اليوم. شاركونا آراءكم مشاهدينا كل يوم عبر منصات التلفزيون العربي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام، وكونوا جزءا دائما من النقاش. وإلى شباك الثقافة نفتحه اليوم على بيروت، حيث استقبلت دار النمر في العاصمة اللبنانية أسبوع عراقيات بتجارب مختلفة تنقل من خلال أعمال إبداعية ثقافات المجتمع ومآزق الهويات والأقليات والمنفى. شارك في الأسبوع 12 مبدعا عراقيا يقيمون بين الولايات المتحدة وأوروبا من أجيال مختلفة. ولنضيء على هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت رشا صلاح، منسقة مهرجان عراقيات. مساء الخير رشا وأهلا بك. إذا بتحكينا أكثر عن هذا الأسبوع وهذه الفعاليات، هو مختص إذن بعراقيي المهجر، خليني أقول، أو الشتات حول العالم، صحيح؟
يعني جزئيا صحيح هذا الكلام، أولا شكرا على استقبالي. جزئيا صحيح هذا الكلام، هو فقط لا يسلط فقط الضوء على عراقيو المهجر أو الشتات، ولكن معظم الأعمال الفنية أو المشاركات إن كانت السينمائية أو بالندوات كانت من عراقيين موجودين حاليا في المهجر. نعم. هذا لا يعني أنه لم يكن هناك مشاركة من عراقيين في العراق، لأنه كان عندنا أحد أجمل السهرات التي قضيناها في نهاية هذا المهرجان مع جلسة سمع لموسيقى عراقية من بداية العصر حتى يومنا هذا مع الأستاذ سامر المشعل اللي هو صحفي وناقد فني موجود في بغداد. نعم. كان عندنا مشاركة بفيلم المخرج سمير جمال الدين، فيلمه بغداد في خيالي، وجاء من بغداد الممثلة الرئيسية زهرة غندور. وطبعا كان في حضور لشباب يعني مشاركين فنانين مشاركين. نعم. اللي كان هم دائما تواجدهم بين بروسلز بلجيكا وبغداد، ودائما كان في يعني دائما يتنقلون بين البلدين. نعم. المشاركين الموجودين او القادمين من الشتات كان اعمالهم كلها يعني متعلقة بعلاقتهم مع هذا الوطن يعني نعم البعيد المشتهى المتخيل. رشا، تنوعت إذن المشاركة يعني بين الفن التشكيلي، المسرح، السينما، كيف كانت المشاركات الإبداعية؟ ما هي أشكال هذه المشاركة؟ يعني الحقيقة كان من الصعب أنه نعطي العراق حقه بعد غياب عشرات السنين عن الساحة، عن المشهد الثقافي يعني الموجود بالساحة العربية. نحن لم نشهد أي شيء مرتبط بالعراق منذ تقريبا الغزو الأمريكي على العراق، فبالتالي وكأنه هناك جسور انكسرت مع العراق، وكأنه نسينا تناسينا أو ما أدري، يعني لا أدري ماذا حدث، ولكن انقطعت هذه العلاقات، فبالتالي وجدنا أنفسنا بعيدين جدا البعد عن ما يحدث اليوم في العراق، ما هو الإبداع اليوم في العراق، وتوقفت كأنه علاقتنا الثقافية والفنية بالعراق بمظفر النواب، ناظم الغزالي، وفنانين ومبدعين تشكيليين على تنوعهم. نعم. اللي هو شيء جميل، لأنه هذول بنستذكرهم دائما، وهم من وصلوا لنا رسائل وشعر وفن عراقي رائع. ولكن من الظلم أنه يتوقف رؤيتنا للعراق الإبداعي بهذا الزمن، وأن نرفض أن نرى صحيح، وأن نرفض أن نرى أن هناك مبدعين يعني خلال كل هذه الفترة، إن كان في داخل العراق أو خارج العراق، هم ما زالوا يبدعون، وكل واحد فيهم بيحاول يوصل صوت العراق تبعته من خلال عمله الفني. من هون كان صعب أني أقدر بخلال 6 أيام أني أعطي حق كل هذا الفراغ اللي كان موجود وأعبيه، ولكن حاولت قدر المستطاع. فبالتالي كان في عروض مجسدات وتركيبات فنية لعادل العابدين بعمل العودة إلى المستقبل، لمحمود عبيدي بعمل زي الرسمي، وطبعا عمل رائع برمزيته رائع للأستاذ والفنان ضياء العزاوي. نعم. اللي كان تحية لل450 أكاديمي الذين تم اغتيالهم من قبل عناصر مجهولة للأسف. نعم. فبالتالي في هذه الثلاث أعمال الفنية الموجودة حتى الآن بدار النمر الذي استقبل هذا المهرجان بكل كرم، وسيكون المهرجان أو المعرض موجود حتى 26 تشرين الأول. وخلال الأسبوع كان دائما في ندوة، مثلا كان في ندوة مع سنان أنطون اللي هو روائي وشاعر عراقي اليوم عايش في نيويورك في يعني الولايات المتحدة، ولكن صوت رائع للعراق، والصوت يروي يعني من حارات العراق لأقل تفاصيلها، وما زال يعني عم بيوصل صورة العراق اليوم وين صارت، وهذا الشيء احنا غبنا عنه. صحيح. رشا، طبعا المواضيع الموضوعات كان فيه
نعم أعتذر على المقاطعة، بس لأخذ أكثر قدر ممكن من المعلومات. يعني الموضوعات تنوعت بين الهويات، الأقليات، المنفى، هذه الموضوعات اليوم مطروحة جدا، لكن هي طرحت في دار النمر الفلسطيني، يعني دار فلسطيني، وطرحت في مدينة بيروت، وأسبوع عن الثقافة العراقية، يعني كل هذه الهويات المتعددة في آن هي اليوم تشهد هذا التخبط بالمفردات الثلاثة، إن كان الهوية أو المنفى أو الأقليات، فكيف تعاطيتوا مع هذا الشيء؟ صحيح، أنا كان كوني أنا كمان فلسطينية كان كتير بهمني أني أكون عم بوجه تحية فلسطينية للعراق. للأسف اليوم فلسطين ما زالت محتلة، ولا أستطيع توجيه هذه التحية من فلسطين نفسها، بس ما فينا يعني ننكر أنه بيروت هي المدينة التي تتكلم باسم كل المدن العربية اليوم المنتكبة، اللي احنا مش قادرين نوصلها لنوجه هذه التحية. فبالتالي بيروت هي المتاحة، بيروت اللي هي ما زالت تستقبل كل الإبداعات الفنية العربية، تستقبل المنفيين السياسيين، تستقبل الناشطين الثقافيين. فبالتالي يعني بيروت ما زالت تؤدي دورها الذي يعني لطالما أدته كل هذه السنوات. ما بنعرف قديه تستقبل المنفيين السياسيين يعني اليوم صارت أصعب بيروت مع كل تعقيداتها السياسية، وأنا طبعا كوني فلسطينية بعرف عن شو عم بحكي، ولكن بنفس الوقت لا نستطيع أن ننكر أنه بيروت كانت لفترات ولسنوات عديدة مكان يلجأ إليه المثقفين والمبدعين لا يقدروا يتنفسوا ويحكوا بحرية. فعلى الأقل خلينا إحنا نذكر بهذا الدور ونلغي الدور العنصري اللي على جنب بنحطه، لأنه بركي بنحاول ما نشوفه أو نتناسى، ونركز على قديش بيروت كان عندها دور جميل، وبركي نرجع نذكرها فيه لحتى هي تستمتع. ولا نعم بعيدا من السياسة، يعني كمية العالم اللي صحيح، كمية العالم اللي اجوا على المهرجان خلال الست أيام من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين ومصريين وسودانيين وعراقيين، كان شيء فعلا جميل، شيء بيقول انه فعلا احنا كعرب لسه عنا عطش لانه نعيد بناء الجسور بين بعض، وهذا الشيء كتير كان جميل وكتير يعني مؤثر جدا فعلا. وهذا بيعني انه لسه كمان في ناس بلبنان لبنانيين هم كمان عطشة لان يجدوا مكان يستقبل ناس مثلهم، بيرفضوا عنصرية وين صار لبنان، يعني هاي العنصرية اللي صارت طاغية للأسف بأوطاننا العربية وبالعالم ككل، عشان ما نكون عم نظلم فقط لبنان. بس إنه يعني حلو لما إحنا عم نخلق مساحة لأصوات عربية عم بيكون عن جد في استعداد للسمع، وعم رشا بيكون بما... نعم هل سيكون تيجي بكثرة نعم هل سيكون هذا الأسبوع وهذه الفعالية ربما فاتحة لفعاليات أخرى وأسابيع أخرى أيضا تلقي الضوء على ما غيب في منطقتنا؟ يعني أنت تحدثت اليوم أنه زار الفعاليات والمعارض الجنسيات كثيرة، يعني إن كان من سوريا، من فلسطين، من السودان، اليوم كل هذه البلدان ربما مهمشة فعلا، خاصة ذكرت السودان، الجزائر، تونس، هل ستقيمون فعاليات أيضا خاصة بهذه البلدان والمدن؟ يعني أنا بتمنى حقيقة لما كلفت من قبل مؤسسة روزا لوكسمبورغ أنه أعمل تحية للعراق أو نحاول نستذكر العراق بشيء، كان جدا مثير لإلي أني أشتغل على هذا الموضوع. أنا يعني ربياني ونشأت على حب للوطن العربي ككل، فكان عندي رائع بإني أكون عم بقدر أعطي ولو جزء بسيط من ما تعلمت من العراق من أدب وشعر وغنى، فكان كتير رائع إنه انعطى هذه الفرصة إني أقدر أعبر. الأوطان العربية كلها منكوبة للأسف، وهذا مش جديد ولا سر على أي حدا، وفي كتير ينعمل، كتير همي إني أكون قادرة أوصل صوت أصوات عربية، ليش لا فلسطينيات، سودانيات، يمنيات، لنلحق نعم رشا رشا صلاح. بالعكس أنا بتمنى جدا نعم رشا صلاح، أعتذر مضطرة لأن أختم هذه الفقرة، كنت معنا من بيروت.